في اليابان، فرق الإنقاذ المعززة بالقوات المسلحة تتسابق مع الزمن من أجل إنقاذ عالقين محتملين تحت الأنقاض في إقليم كوماماتو جنوب غرب البلاد، الذي تعرض إلى هزتين أرضيتين قويتين خلفتا 42 قتيلا ونحو 1000 جريح فضلا عن المفقودين. مناطق واسعة من كوماماتو ما زالت دون كهرباء ولا ماء، وقدرت السلطات عدد المساكن المحرومة من الكهرباء في هذه الجهة من البلاد إلى غاية أمس الأحد على الأقل ب 80,000 مسكن مقابل 400,000 مسكن بدون ماء. الحصول على المساعدات الغذائية أصبح إشكالية في غاية الصعوبة بسبب انزلاق الأراضي ووعورة المنطقة في ظل تساقط غزير للأمطار. أخذت علبتين من العجائن. لقد تمكنا من شراء الماء الصالح للشرب، لكن المشكلة الآن هي الماء للاغتسال، فالماء إذن هو المشكلة الأكبر حاليا، وأعتقد أنه يجب أن نتوقف مؤقتا عن الاستحمام. في هذه الأثناء ينتظر أن تشارك القوات الأمريكية المتمركزة في القواعد العسكرية في اليابان في عملية إيصال المساعدات الغذائية اليوم.